نينا من واندا معكم. أنا موجودة هون مع باسكال من تور تويست. باسكال كيفك؟ نيحة، thank you. باسكال احكي لي عن فكرتك، شو تور تويست؟ تور تويست هي فكرة بلشت بلبنان بفريق من 4 أشخاص. قررنا نفتح ويب سايت اللي هو رح يكون سوشيال بلاتفورم يجمع بين السواح وعالم عايشين بالضيعة اللبنانية يلي حابين يفرجوا منطقتهم للسواحة يلي بيوصلوا على لبنان. طيب ليش فتحتي شركتك؟ الشركة بلشت الفكرة لأنه عنا كان كتير experiences أنه في كتير أشخاص زاروا لبنان وبس نسألهم ليش شو شفتوا بلبنان وشو حبيتوا بلبنان، كانت الأجوبة دايما هي ذاتها، بقيوا بوسط المدينة، شافوا بس واحد أو اثنين من المعالم السياحية، بينما نحن حابين أنه كل اللي بيزوروا لبنان وحتى اللبنانية نفسهم يلي قاعدين بمناطق معينة يقدروا يزوروا غير مناطق ويقدروا يروحوا على الضيع والمناطق النائية ويستفيدوا أنه يتعرفوا على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى الأشياء اللي بنعملها يومياً، وكمان يفيدوا أهالي الضيعة بيقدروا أهالي الضيعة يسوقوا منتجاتهم المحلية ويفرجوهم كمان شو بيعملوا كل يوم بحياتهم. طيب شو خطة التسويق؟ عندكم موقع الإنترنت؟ التسويق رح يكون أكتر شيء أونلاين، كله رح يكون أونلاين. نحنا بدنا نقدر نوصل للسواح يعني للعالم أكتر شيء بأوروبا بأمريكا بأستراليا، فرح نستعمل الويب أونلاين ماركتينج. طيب وشو كان ردة فعل الجوجز هون؟ في كتير جوجز كانوا كتير حبوا الفكرة وشجعونا، بعض من الجوجز قالوا لنا انه بينصحونا نبلش بمنطقة واحدة، نركز على منطقة ننمي الفكرة وبس تقوى الفكرة ونكون نحنا صار عنا خبرة معها انه نقدر نوسع بالمنطقة وكمان عالميا. وشو الخطوة جاي لكم؟ هلا الخطوه الجايه انه نحن هلا عنا ويب سايت، صفحه واحده اللي هي تور تويست، تنخبر عن الفكره وتنجمع معلومات من العالم يلي حابين يكونوا جايدز او حابين يعطونا افكار عن منطقتهم. بينما بالثلاث اشهر الجايين نحن عم نشتغل على البلاتفورم على السوشيال على الويب سايت، وان شاء الله بعد 3 أشهر بينطلق. شكرا كثير لوقتك. شكرا لك.